Hi there. Today we will do the second half of test 48, third year secondary English. النهارده ان شاء الله هنجاوب اختبار الجزء الثاني من اختبار 48 لغه انجليزيه ثالثه ثانوي. So let's share the screen and do just that. Okay. As you know, the second half of the test usually features reading and translation. So let's start with the reading. You can freeze the screen and take a screenshot and read this part. And this is the second part of the reading. It's not a very short reading this time. So this is the entire passage. Let's go to the first part. I'm sure, like me, you have goals you would like to reach sometime in the future. In this blog post, I want to share the research I have done to find the secrets to achieving my goals. واحد عامل مدونة وبعدين كاتب بوست في المدونة. كاتب فيه إن هو بيشارك معنا إزاي إن أنت تحقق أهدافك اللي أنت عايز توصل لها. وبيقول انا هقول لك ايه secrets to achieving my goals, ايه اللي انا عملته عشان احقق الاهداف بتاعتي. First of all, I identified my weaknesses by reflecting carefully and asking friends and family. اول حاجه وبيقول اول شيء حددت نقاط الضعف بتاعتي عن طريق ان انا بعمل reflection, يعني افكر بشكل عميق عن ايه هي ممكن تكون ايه بعض النقاط الضعف اللي عندي, وبدات اسال الاصدقاء والاهل ان هم يساعدوني احدد هذه النقاط الضعف. I should have done this many years earlier as I discovered that I was disorganized. وقال ان المفروض كنت اعمل هذه العمليه من زمان اللي هي موضوع ان احدد نقاط الضعف بتاعتي. اكتشف بقى ايه؟ ان هو disorganized يعني غير منظم, دي اول حاجه. Scared of failing, وعنده خوف من الفشل, and that I get distracted easily, وان هو بيحصل له distraction او تشتت بسهوله. يبقى اتضح ان عنده الثلاث نقاط الضعف دول. اول حاجه ان هو disorganized, غير منظم. ثاني حاجه scared of failing, يخاف من الفشل. ثالث حاجه ان هو بيحصل له تشتت بسهوله. Okay. Were there too many problems to solve at once? Well, I started with one at a time. لما تلاقي عندك مشاكل كتير بتواجهك, ابدأ دايما حاجة بحاجة. One problem at a time. يعني ابدأ مشكلة وبعدين مشكلة. يعني زي ما بنقول كده, ما تكركبش الدنيا على دماغك مرة واحدة. يعني ابدأ بحاجة عشان تقدر تحلها وبعدين شوف الحاجة اللي بعدها إلى آخر. Yes. Were too many, yes. Problems to solve at once. Well, I started with one at a time, and here's what I learned. وده اللي انا اتعلمته. I read a book about organizing my room. قريت كتاب عن ازاي انظم الغرفه بتاعتي. The author Sheila Chandra, اسم مؤلفه الكتاب, suggested starting at one place in the room, and when you pick things up, not to put them down until you find the perfect location for them. Then the next time you use it, always return it to its home so you will know where to find it next time, just like you do with your toothbrush. الكتاب اللي قراه عشان بيتكلم عن تنظيم الغرفة بتاعته, استفاد منه ان هو يشوف يجد المكان الملائم او المناسب لكل ايتم او لكل حاجة موجودة في الغرفة بتاعته, ويحدد لها مكان واحد ما يغيرش المكان ده, بحيث لما يبقى عايز الحاجة دي يلاقيها في نفس المكان. بالضبط نفس مبدأ التوث براش اللي هي فرشاة الأسنان, كلنا بنحطها في مكان محدد وواحد وثابت على الرف مثلا اللي هو فوق ال washing basin, حوض غسيل الوجه, عشان نلاقيها موجوده في نفس المكان. نفس الشيء هي بتقول الكاتبه بتقول يعني في الكتاب بتاعها ان الانسان لازم ينظم الحاجه بتاعته ويحط الحاجه في مكان محدد ثابت هو يعتبر افضل مكان للحاجه دي, بحيث لما تحتاج الحاجه بتلاقيها في هذا المكان. بالظبط بنفس مبدا التوث براش, ان بتحط التوث براش بتاعتك او فرشاه الاسنان في مكان معروف وثابت, بحيث ان انت تقدر توصل لها في اي وقت, ما تفضلش تدور وتضيع الوقت. طيب
The next issue was my fear of failing. يبقى كده هو حل مشكلة النظام والتنظيم بتاعه. طيب بعد كده موضوع الخوف من الفشل. مارك اتش ميكورماك، واحد كاتب آخر sorry, was the author of a book which advised me to divide my objectives into smaller steps. ميكورماك ده كان مؤلف كتاب آخر، نصح في أي شخص عنده أهداف إن هو يعني يقسم أهدافه دي على أهداف أصغر وobjectives يعني أهداف صغيرة into smaller steps، ويخليها على يعني خطوات أقل. Okay, and then set a time limit for each of these steps. وبعدين يحدد وقت زمني لكل من هذه الخطوات. يعني أنا مثلا عندي هدف كبير عايز أعمله، بعمل الهدف الكبير ده أخليه أهداف أصغر، وكل هدف أصغر بعمل له مدة زمنية عشان أقدر أوصل لهذا الهدف الأصغر، ودي الأهداف ديت هتخليني أوصل للهدف الكبير في الآخر. Okay. طيب he said that if we look at the top of a huge mountain، الكاتب قال في الكتاب لو احنا بصينا كده مرة واحدة لقمة جبل we will be put off climbing it، احنا دايما هنسوف ان احنا نتسلق هذا الجبل، لان احنا بصين للقمة هنقول يا ده موضوع صعب جدا ان انا اوصل للقمة دي. But if we focus on reaching different points in the mountain، لكن لو احنا ركزنا ان احنا نوصل لنقاط محددة صغيرة في الأول يعني في الجبل، في الأخير هذه النقاط هتوصلنا للقمة في الآخر. Breaking different points in the mountain it is less scary، يصبح الموضوع أقل رعبا، يعني ما يخليناش نشعر بالرعب ان انت ازاي هتوصل للقمة دي. Breaking down bigger goals into smaller objectives with specific time limits helped me focus for short periods of time with greater concentration too. هو نفسه كاتب المقالة دي قال إن لما بدأت إن أنا أقسم أهدافي الكبيرة على أهداف أصغر علمني إن أنا أعمل إيه؟ إن أنا greater concentration and focus for short periods of time، إن أنا أركز لفترات زمنية أقل وإني يزيد التركيز بتاعي أيضا. As you can see, I started by identifying the problems. زي ما انتم شايفين انا بدأت احدد المشاكل الاول واعمل researching possible solutions وادور على الحلول الممكنة. Then I put the ideas into practice. وبعدين بدأت اطبق الافكار الى اشياء عملية. I hope the secrets to my success. وارجو ان اسرار النجاح الخاصة بي help you as much as they can help, they have helped me. أرجو إن ده يساعدك زي ما ساعدني أنا نفسي في تحقيق أهدافي. طيب شوف الأسئلة بقى. The article is about، المقالة دي عن إيه بالظبط؟ The most influential books the writer has ever read، ولا The importance of being a reflective learner، ولا How the writer progressed towards his goals، ولا How to decide on the best research methods. هي في الأساس C، How the writer progressed towards his goals، زي إن هو قدر يتقدم تجاه أهدافه ويحققها في الآخر. هو بقى بيشرح الكلام ده بالتفصيل وبيقول إزاي. يبقى C هي الإجابة الصحيحة. طيب سؤال 22، the author says he asked the people he knew for advice، ولا he asked the authors of the books for help. He did not need to ask anyone for help. He will read more self-help books. لا, the author says he asked the people he knew for advice. لما عايز يحقق أهدافه سأل الناس اللي حواليه للنصيحة الأول وقالوا له بقى نقاط الضعف اللي عنده إيه وإنه مفروض يعمل إيه وما يعملش إيه. But he asked the people he knew for advice. A هي الإجابة الصحيحة. طيب وده ينطبق على الناس كلها. لو أنت عايز تحقق أهدافك وتحدد نقاط الضعف اللي عندك او بعض المشاكل اللي عندك، تسال الناس اللي حواليك اصدقائك واهلك ومعارفك، ويقول لك والله انت عندك مشكله كذا. زي ما هو قال في القطعه، كان عندي مشكله ان انا ديس اورجنايزد غير منظم، ان انا بخاف من الفشل، ان انا كذا ان انا كذا. يبدا يشتغل على الحاجات دي واحده ورا الثانيه، يبدا يعدل منها يحسن منها، وبالتالي بدا يوصل لايه افضل طريقه ان هو يحقق هيز اون جولز. طيب الإجابة يبقى إذن الإجابة الصحيحة هي زي ما قلنا في السؤال
The author says he asked the people he knew for advice. A, 22A. Type 23. The author says that Sheila Chandra taught him about toothbrushes. While cleaning your room makes you feel more positive, the toothbrush principle helped him become organized. هو ده. C, يعني ايه toothbrush principle؟ هي قالت في الكتاب بتاعها وهو شرح لنا ان toothbrush principle ان احنا دايما بنحط فرشاة الاسنان في مكان محدد وواضح وهو مثلا في الغالب the shelf after او above the washing basin اللي هو الرف اللي فوق مثلا حوض غسيل الوجه وبالتالي هو مكان واضح ومحدد فهو لو انت هو قال يعني في القطعه لو انت دايما بتحط الشيء في مكان واضح ومحدد هتقدر توصل له بسهوله وبالتالي هيبقى عندك اورجنايزيشن تنظيم او نظام والنظام ده ممكن بقى ينطبق على كل حاجه في حياتك بعد كده فهو المبدا نفسه مبدا التوث براش برنسبل ان هو بوت everything in its ideal location so it is easy for you to find it ده افضل طريقه ان انت تبقى منظم يبقى اذا 23 الاجابه الصحيحه سي هو the tooth brush principle طيب 24 the message in the second book was الكتاب الثاني اللي هو قراه اللي هو كان بيقول ان لو عندك هدف كبير تقسمه لاهداف اصغر بيقول بقى ايه big goals are always easy to achieve لا طبعا many smaller objectives are lots of fun no mountain climbing can be very scary ان لو انت بتسلق جبل هيكون شيء مخيف ولا you should divide bigger goals into smaller ones دي هو جاب موضوع الجبل ده كشيء مثال يعني اوكي هو كان بيقول لو انت بصيت لقمه الجبل اللي هو يعني رمز للهدف الكبير اللي انت عايز تحققه هيبقى شيء مخيف ازاي ان انا هوصل للقمه دي لكن لم هو قال بقى لو انت بتحدد نقاط محدده صغيره في الجبل يعني مثلا بعد 10 متر بعد مش عارف كم متر بعد كم متر في الاخر هتوصلك الى الهدف الاساسي او الاكبر اللي هو توصل لقمه الجبل يبقى الفكره كلها ان انت دي you should divide bigger goals into smaller ones لو عندك اهداف كبيره يبقى لازم تقسمها على اهداف اصغر ممكن تحققها بسهوله في وقت زمن محدد والاهداف الاصغر ديت لما تتجمع مع بعض تبقى ستيبس ل او خطوات لتحقيق الهدف الاكبر اللي انت عايزه يبقى اذا 24 الاجابه الصحيحه دي طيب 25 the message from the second book helped the author to اللي هو اتعلمه او الرساله اللي اتعلمها في الكتاب الثاني اللي هو بتاع ميكورماك ساعدت الكاتب ان هو يعمل ايه reduce the fear of failing and find a new hobby ولا stay organized and reach their goals more quickly reduce the fear of failing and improve concentration improve the writers that هو قال فعلا C reduce the fear of failing and improve concentration طب جت فين القطعة ديت او الحتة ديت اهوت انا هوريها لك في القطعة هنا بيقول في آخر الباراجراف الثالث breaking down bigger goals into smaller objectives في الآخر قال إيه for shorter period of time helped me focus for shorter period of time with greater concentration too خلتني أركز وإن أزود التركيز بتاعي with greater concentration يبقى الإجابة بتاعتها هي reduce the fear of failing and improve concentration هي دي C لما بتقسم الهدف الكبير لاهداف صغيره هيبقى مش عندك الخوف من الفشل لان هو هدف صغير ممكن تحققه بسهوله وتخليك مركز اكتر مور كونسنتريشن عندك مور كونسنتريشن يبقى سي هي الاجابه الصحيحه. طيب سؤال 26 The process the writer uses to help him become more successful can be summarized as الطريقه اللي هو استخدمها الكاتب عشان يصبح اكتر نجاحا ويحقق اهدافه هي ايه؟ Identify problems research solutions and implement them well identify problems talk to friends and family and ask for solutions identify problems go to the library identify friends and هو قال بي افضل ان انت تحدد المشاكل وتسال او تكلم الاهل والاصدقاء ان هم يساعدوك في ايجاد الحلول لان هو مش هو لوحده اللي هيحدد المشاكل لا هو قال هو لوحده وبمساعدة his friends and family قدر يحدد ان عنده 3 problems اول حاجة ان هو disorganized وتاني حاجة ان هو afraid of failing وتالت حاجة ان هو كذا المهم ان هو بدأ يفكر هو بتفكير عميق عن نفسه وايضا يسأل الاهل والاصدقاء يبقى دي بي هي الاجابة
صحيح، ما عملش بس الموضوع هو بنفسه وخلاص، لا، يبقى بي identify the problems and also talk to friends and family and asking for solutions. طيب اخر سؤال او السؤال قبل الاخير 27، what is the best title for the passage؟ ايه ممكن يكون افضل عنوان للقطعه دي؟ The secret of my success ولا secret of my marriage ولا secret of my friend's life؟ هي طبعا اول حاجه خالص ايه the secret of my success، ازاي ان بقيت شخص ناجح وايه هو سر هذا النجاح. يبقى هو بيقول لنا بالتفصيل ازاي ان انت توصل لهذا النجاح. ايه طيب 28 اخر سؤال في القطعه، the word put off in the paragraph 4 is closest in meaning to. لما كان بيتكلم على موضوع الجبل وما تبص لقمه الجبل بيعمل لك ايه؟ it puts you off. ايوه، if you look at the top of the huge mountain we will be put off climbing it. يعني ايه؟ يعني احنا هنأجل تسلق هذا الجبل، كل ما نبص للقمه العاليه دي يا ده صعبه جدا هنوصل ازاي، فنأجل الموضوع. فكلمه بوت اوف هنا اقرب حاجه ليها هي بوستبون، اللي هي رقم كام بقى؟ رقم دي او لتر دي. يبقى المعنى بتاع بوت اوف هي بوستبون بمعنى يؤجل، بالظبط زي كلمه بروكراستينيت يعني يسوف، يأجل او يسوف. يبقى اذا put off اللي وردت في الباراجراف الرابع معناها postpone اللي هي دي. اوكي طيب ننتقل بعد كده للترجمه translation، نبدا الترجمه from English to Arabic. نقرا الجمله الانجليزيه الاول، I like living in open places and fresh air and spending much time in parks among the trees and flowers. I don't like closed or crowded places with people. الظاهر برضو الجملة دي اتكررت في امتحان قبل كده. نشوف كده أقرب ترجمة ليها، أحب الحياة في الأماكن المفتوحة والهواء الطلق وقضاء وقت قليل في الحدائق. لا هو قال وقضاء وقت كثير مش قليل. يبقى في الحالة ديت هتبقى الإجابة بتاعتنا مش قليل بقى، وقت كثير مش قليل. يبقى اذا اول جمله ديت خطا عشان قال وقت قليل، وهو قال هنا spending much time in parks. طيب باء لا احب الحياه في الاماكن المفتوحه غلط، هو قال I like living in open place، يبقى الف غلط وباء غلط. طيب جيم، احب الحياه في الاماكن المفتوحه والهواء الطلق وقضاء وقت كثير، يعني المفروض يقول وقتا كثيرا بس هنا هو او وقتا كبيرا. اوكي هو المفروض يقول يعني much time، وقتا كبيرا او كثيرا ماشي مش مشكله، في الحدائق بين الاشجار والورود واحب الاماكن المغلقه. لا هو قال في الاخر I don't like closed or crowded places، يبقى جيم غلط. يبقى بناء عليه ما فيش قدامنا غير دال، نقراها مره ثانيه، احب الحياه في الاماكن المفتوحه والهواء الطلق وقضاء وقتا كبيرا في الحدائق بين الاشجار والورود ولا احب الاماكن المغلقه. ده معلش هو ده اللي كان كاتب فيها لا احب الاماكن المغلقه. هو فعلا يس احب الاماكن المغلقه دي غلط، جيم غلط، لان هو الجمله الاصليه قال I don't like closed or crowded places. يبقى ده هي فعلا الاجابه الوحيده الصحيحه، لانه قال لا احب الاماكن المغلقه وفقا للجمله الاصليه I don't like closed or crowded place. بناء عليه ده هي افضل ترجمه واقرب ترجمه للصح. طيب نشوف الترجمة from English from Arabic بقى to English. بيقول لي تعتبر السياحة البيئية أحد أهم أنواع السياحة الآن، لذلك تشجع مصر السياحة البيئية لحماية البيئات المختلفة في جميع أنحاء البلاد وخاصة على ساحل البحر الأحمر. أعتقد برضو الجزء ده اتكرر في امتحان قبل كده. نقرأ بقى الترجمة، بيقول لي إيه؟ إيكو توريزم اللي هي السياحة البيئية is one of the least important. لا هو قال من احد اهم انواع السياحه مش اقل نوع في السياحه، يبقى ايه خطا. طيب نشوف بي، ecotourism is one of the most important kinds of tourism nowadays, so Egypt encourages ecotourism to destroy the different. لا ما قالش عشان تحطم او تدمر البيئات المختلفه، ده هي عشان تشجع او تحمي. طيب يبقى اذا بي غلط. نشوف سي، ecotourism is one of the most important kinds of tourism last years، ما قالش في السنوات الماضيه وقال الان او في الوقت الحاضر، يبقى اذا سي غلط. ما فيش قدامنا غير دي. نشوف دي،
Ecotourism is one of the most important kinds of tourism nowadays. الآن هذه الأيام. So Egypt encourages ecotourism, تشجع السياحة البيئية, to protect the different environments, عشان تحمي البيئات المختلفة, all over the country, especially along the Red Sea coast, خاصة في أو على ساحل البحر الأحمر. يبقى دي is the best translation. Thank you very much for watching. And inshallah, in the coming videos, we will be answering more and more tests about for third year secondary. Wishing you all the best. Thank you.